كما نشرت صحة مكة المكرمة على حسابها في تويتر مقطع فيديو لقصة محمد الذي تلقى رسالة من قبل تطبيق موعد التابع لوزارة الصحة، مفادها التوجه للمركز الصحي لإجراء المسح المجتمعي بالرغم من عدم وجود أعراض الفيروس. نشاهد. وصلتني رسالة للتوجه للمركز لأجل الفحص بالرغم أني لم أكن أعاني من أي أعراض. الحمد لله الإجراءات الوقائية من أعلى ما يكون، وطمنك ما كان في ألم أبدا. لسلامتنا وسلامة أحبابنا لازم نتجاوب، لا تتردد وتعال افحص، فكلنا مسؤول. لتفاصيل أكثر ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ حمد العتيبي متحدث صحة منطقة مكة المكرمة. حياك الله معنا أستاذ حمد. يا هلا أخويا جمال، بداية أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة من خلال برنامجكم يا هلا. شكر لاستجابتك أستاذ حمد. من خلال الفيديو السابق، هل يحق للجميع إجراء اختبار الإصابة بفيروس كورونا حتى لو لم تظهر عليه الأعراض؟ صحيح أخويا جمال، هي حقيقة شرعت وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وبعد توجيه المدير العام الدكتور وائل بن حمزة مطير من خلال تنفيذ هذا المسح المجتمعي الذي أقرته الوزارة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. طبعا هذا المسح المجتمعي يستهدف المواطنين والمقيمين على حد سواء لمعرفة مدى انتشار الفيروس في هذه الفئة ومدى تأثير قرارات الحجر المنزلي المتخذة مسبقا. طبعا هذا المسح أخوي جمال للجميع هو متاح عن طريق تطبيق موعد، ويأتي ضمن عدة خطوات مهمة اتخذتها الوزارة لاكتشاف الحالات بشكل مبكر ومحاصرة مواطن الوباء في الأحياء التي تسجل أعلى نسبة إصابات. وتعد هذه الإجراءات ضمن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر الحلقات انتشار الفيروس بشكل أوسع. ما هي معايير اختيار الأشخاص؟ يعني هل في معايير لديكم لاختيار هؤلاء الأشخاص؟ هل هي عينات عشوائية؟ حقيقة احنا في البداية كنا قد عملنا المسح النشط او المسح الممتد للأحياء العشوائية، وهذه كانت عينات عشوائية. الآن المرحلة الأخرى اللي تسعى من خلالها عمليات المسح المجتمعي لتحديد فئات المجتمع الأكثر عرضة للإصابة، خاصة الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض بشكل واضح. شكرا جزيلا لك الأستاذ حمد العتيبي متحدث صحة منطقة مكة المكرمة. بعد الفاصل، فيروس كورونا بارقة أمل مع ضيفها. لا ابقوا معنا.